السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة شيوات أم هيثم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. تنتمنى لو فيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. كيف ما تتشوفوا معايا غادي نشارك معكم ثلاث اقتراحات للكوتي اللي تيجيو سهلين وسريعين التحضير، نحضروهم للضيوف ديالنا أو للعائلة ديالنا. الصراحة هاد الكوتي تيجي سهل وسريع، يعني ما تياخدناش وقت كتير ولا مكونات كتيرة. داكشي اللي عندنا في البيت ممكن نحضرو بريوش خفيف قطني بالعجين السحري اللي غنشارك معكم ان شاء الله، ناجح مليون بالمئة. وكذلك الكيك ديالنا، الكيك اليومي الاقتصادي سهل والبسبوسة اللي تجي اكثر من رائعة بالشوكولا. ما نطولش عليكم لا فيديو، ندوزو مباشرة المقادير والطريقة ديال التحضير. نبداو على بركة الله. اول حاجة غادي نحضروها هي الكيكة. غادي نحتاج 4 ديال البيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ اولا نكونوا خرجناهم واحد ساعتين قبل من الثلاجه. بالنسبه لحجم البيض فهو متوسط، ما كبيرش وما صغيرش بزاف. صافي، غادي نضيف واحد الكيس ديال الفانيلا، ممكن تعوضوه بقشور ديال الليمون اولا الحامض ديال النكهه على حسب اللي بغيتو، وكاس ديال السكر سنيده. بالنسبه للكاس انا تناخذ العبار بالكاس ديال العنبه. صافي، وغادي نخلط بالخلاط الكهربائي. عاده الكيك اليومي تنديرو بطريقه اسهل، يعني تنديرو في المولينكس، تنطرب البيض بنفس الطريقه يعني، وتنخلط كل شيء وتيجي كذلك ناجح ان شاء الله. غادي نشاركها معكم بهذيك الطريقه. صافي، طربت مزيان البيض والسكر سنيده غير بما يذوب داك السكر، يعني ما طلعتش البيض مزيان. صافي، وغادي نضيف السوائل. ضفت الكاس ديال الحليب، وكذلك غادي نضيف الزيت. وغادي نضيف واحد الكاس نتاع قهوه سريعه الذوبان. خديت القهوه سريعه الذوبان ذوبتها في كاس ديال الماء. صراحه اللوغو ديال هاد الكيكه بالقهوه، يعني بمذاق القهوه والكاكاو، تيجي اكثر من رائع. صدقوني تيجي غزال، انا متاكده الا جربتو غادي ينال الاعجاب ديالكم. عفوا، وغادي نضيف واحد جوج معالق ديال الكاكاو. يستحسن انكم ما ديروش الكاكاو بهذه الطريقه اللي درتها انا، يعني خليو الكاكاو حتى تضيفوه مع الدقيق، نخلوه مع الدقيق وضيفوه مباشره لانه غادي يعطيكم شويه واحد القبصه ديال الملح باش نعدل الذوق. صافي، وغادي نبدا نضيف النواشف. غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه ديال الدقيق، بالنسبه للكميه يعني ديال الدقيق، انا هذه الكيكه خذات ليا 3 الكيسان ديال الدقيق. تنضيف يعني كاس بكاس بالتدريج وتنخلط. صافي، الدقيق خاصو يكون منخول، يعني نخلناه مزيان، اي غربلناه مزيان وحطيناه حدانا في واحد البول باش نبقاو نضيفوه بالتدريج. صافي، غادي نضيف الكاس الثاني، وكذلك غادي نضيف الكاس الثالث، وغادي نخلط. كل ما غربلتوه مزيان ما غاديش يعذبكم، وغادي يتجانس يعني الدقيق مع الخليط. غادي نضيف هنا 3 ديال الاكياس نتاع الخميره الكيميائيه، كل كيس يعني تساوي لنا 8 غرام. ما تقلوش الخليط الكيك بزاف بالدقيق، عاد ضيفوا الخميره لان الخميره عاده تتقلكم الكيك، يعني خليوا الكيكه شويه خفيفه عاد ضيفوا عليها الخميره باش تحصلوا على القوام اللي بغيتوا. صافي، وغادي نخلط مزيان كيف ما تشوفوا معايا. بالنسبه للفرن اللي غنطيب فيه، انا تنطيب في الفرن الكهربائي. الفرن خاصو يكون بارد، الكيك دائما الفرن خاصو يكون بارد. هنا ضفت انا واحد جوج معالق لان القوام جاني خفيف بزاف، والكيكه الا كانت خفيفه غادي تطلع وغادي تهبط. والفران خاصو يكون بارد، وغادي ندخل يعني غنشعل الفران وغادي ندخل فيه الكيكه، يعني ما غاديش نخليه حتى يسخن باش تنجح معايا الكيك. بالنسبه للمول كيف ما شفتوا معايا، فانا استعملت مول لي كبير، ومع ذلك استعملت غير 4 ديال البيضات، وتجي ان شاء الله تجي الكيكه ناجحه مليون بالمئه. غير تبعوا النصائح وانا اكيد انها غادي تنجح معكم الكيك، وما غاديش تبقى تخسر لكم. هنا غادي ندوزو مباشره من بعد ما دخلت الكيكه الفران، غادي ندوز نحضر البريوش. اول حاجه بالنسبه لهذا البريوش انا تنستعمل فيه غير الماء، يعني درت كاس ونص ديال الماء دافئ. بريوش اللي تنديرو بواحد العجينه سحريه، هاد العجين تنستعملو يعني بزاف ديال الحوايج، مثلا البيتزا اولا، يعني الصراحه هاد الطريقه تجيني ناجحه مليون بالمئه. تنضيف مباشره واحد المعلقه نتاع الخميره الفوريه اولا الخميره المعجونه اللي عندكم، واحد 4 المعالق ديال السكر سنيده، وواحد جوج معالق ديال الحليب بودره، وتنضيف واحد رشه ديال الملح، و
ونص او عفوا ربع كاس ديال الزيت صافي. وتنخلط جميع المكونات مزيان حتى يذوب لينا داك السكر وتجنسو لينا دوك المكونات. نضيف واحد كيس ديال سكر فانيلا للتنسيم او لا نعوضوه بقشور الليمون او البرتقال اللي عندكم. نضيف كاس ونص ديال الدقيق، الدقيق هنا اللي استعملت دقيق خاص بالحلويات، وتنخلط مزيان كيف ما تتشوفوا معايا. صافي من بعد ما غادي يتجانسوا لينا المكونات غادي نخليهم واحد 10 ديال الدقائق او لا الا كان الجو بارد 15 دقيقه تتكون تفاعلت لينا الخميره. صدقوني جربوا هذه الطريقه فهي غتغنيكم على الدليك وعلى يعني قوه ديك المراحل الاختمار. صراحه الطريقه تجيني اكثر يعني عمليه بزاف وسهله وسريعه التحضير. صافي من بعد ما تفاعلت لينا الخميره شوفوا معايا كيف ما تولي الشكل ديالها، يعني تنخليو ديك الخميره تتفاعل وغندوزو مباشره نحضروا البريوش ديالنا. صدقوني جربوا هذه الطريقه فانا اكيد انكم غتولي معتمده عندكم، غتعتمدوها في يعني بزاف ديال الوصفات. ضفت الكاس الاول نتاع الدقيق ومباشره غادي نضيف الكاس الثاني، غادي نزول داك الخلاط وغادي نستعمل غيدية. صافي من بعد ما خلطت صافي غادي نزوله كيف ما تشوفوا معايا. العجينه نتاع البريوش غادي نضيف هنا واحد نص كاس غير باش نزيد نجمع لان العجينه جات خفيفه بزاف، يعني المجموع ديال الكاس يعني في الاول ضفت كاس ونص ديال الدقيق ومن بعد جوج كيسان ونص، يعني استعملت ربعه ديال الكيسان ديال العنبه. صافي غادي من دابا غير غادي نجمع وغادي نلم ديك العجينه فهي خصها تكون خفيفه وتتلتصق باليدين. دابا غندير واحد شويه ديال الزيت غير باش نتمكن انني نجمع العجينه ديالي ونقدر انني نشكلها لانها كيف ما شفتوا معايا فهي خفيفه بزاف وتلصق بزاف في اليد. الزيت تيخليها ما تبقاش لاصقه لكم في اليد، انا ما تندلكهاش كيف ما تشوفوا معايا، راني غير نحاول انني نجمعها ونعطيها داك الشكل الكروي كيف ما تشوفوا. هنا وضعتها على يعني سطح العمل، رشيت واحد شويه ديال الدقيق وتنحاول انني نشكل كريات اللي يكونوا متساويين في الحجم. تنوضعهم جانبا، غنستمر بهذه الطريقه انني غادي نقطع على شكل ونشكلهم على شكل كويرات. كيف ما شفتوا معايا فهي انا ما عاودتش خليت العجينه تختمر، مباشره من بعد ما جمعتها غادي نبدا نشكلها باش غادي نشكل البريوش. صافي من بعد ما كملت تشكيل دوك الكريات كاملين اللي عندي غادي نبدا نشكل البريوش ديالي. كيف ما تنشدوا ديك الكره ديال العجينه تنسرحوها كيف ما شفتوا، ممكن تسرحوها غير بيديكم وممكن تستعملوا المدلك صراحه باش تجيكم شويه رقيقه ويعني متقاده. صافي غادي نستعمل شوكولاته ديال الدهن، اي شكلات متوفر عندكم ممكن ديروه وغادي نلوي كيف ما تتشوفوا معايا في الطريقه سهله وواضحه. وتنظن بلي انها بسيطه وعمليه وتجي اكثر من رائعه. قطعت كيف ما شفتوا معايا بواحد يعني كجرة البيتزا او السكين اللي عندكم، حاولوا ما امكن انكم تجمعوا الجوانب كيف ما تتشوفوا معايا. انا تلقيت دوك الجوانب وتنجمع من الطرف صافي، وغادي نحطها في واحد اللاطه اللي كنت اصلا وضعت لها بابي كويسون من تحت ودعت لها ودرت لها الزبده من الجناب. بنفس الطريقه غادي نشارك معكم مره اخرى، غادي نسرح العجينه وغادي نوضع شوكولاته الدهن اللي ممكن تعوضوها باي حاجه متوفره، كونفيتور اي حاجه على حساب اللي متوفر عندكم في البيت. غادي نلوي وغادي ندير دوك الخطيطات كيف ما شفتوا، غادي نقطع العجينه باش تعطينا داك الشكل. صراحه الشكل تيجي زوين، وتنلمي الجناب كيف ما شفتوا معايا. وهكذا تنكون انا ساليت حضرت كاع يعني العجينه اللي عندي، وفي الوسط تندير واحد الكريات تندير تنحلها حتى هي وتندير فيها شويه الشكلاط وتنجمعها في الوسط. وهكذا كيف ما شفتوا معايا فهذوك اللي حضرت في الاول فهما تيكونوا اختامروا، يعني ما تاخذش بزاف الوقت 10 دقائق ولا 15 دقيقه كاع الا كان الحال بارد تيخمر لينا البريوش، ما غنخليوهش يخمر بزاف، مباشره ندخلوه الفران. صافي دابا غادي نخليه حتى غادي يختمر وغادي ندوز من بعد ما اختمر كيف ما شفتوا معايا. شوفوا كيف يعني ضعف الحجم ديالو. غادي ندهنو بواحد الصفار بيضه مع شويه ديال الحليب،
غادي ندهنو غير من الفوق، ما تورقوش باش ما تحيدوا له داك الهواء. صافي غادي ندهن مزيان، ومن بعد غادي ندير حبيبات الشوكولا من الفوق للتزيين. تزين كذلك تبقى اختياري، ممكن تزينو وممكن حتى تشكلوا البريوش ديالكم بالطريقه اللي بغيتوا، يعني كاقتراح. وصافي غادي ندخلو مباشره للفران اللي يكون شويه سخون، يعني الفران خصو يكون سخون بحال اللي تنطيبوا الخبز. وغادي ندوز مباشره نحضر البسبوسه اللي غتكون مذاق الشوكولاته تكون اكثر من رائعه. غادي نحتاج 2 بيضات بدرجه حراره المطبخ، كاس ديال السكر حبيبات، وغادي نخلطهم مزيان حتى غادي تذوب ديك، يعني يذوب السكر سنيده او السكر حبيبات يذوب لينا مع داك البيض. وغادي نضيف 1 ياغورت طبيعي يكون مذاق الفاني او يعني باللوغو اللي بغيتو. غنضيف 1 الكاس ديال الحليب ونصف كاس ديال الزيت، كذلك غادي نضيف 2 معالق ديال الكاكاو، وغادي نخلط مزيان حتى غادي يتجانسوا لي جميع العناصر. وغادي نبدا نضيف السميد. بالنسبه للسميد ضفت الكاس الاول، وغادي نضيف الكاس الثاني، غادي نستعمل فيها 2 كيسان ديال السميده. بالنسبه للسميده اللي يعني السميده ديال الحرشه يعني صافي. وغادي نخلط مزيان كيف ما تتشوفوا معايا، وغادي نضيف 2 اكياس ديال الخميره الكيميائيه ما يعادل 16 غرام، يعني كل كيس يوزن 8 غرام. وغنضيف 2 معالق ديال الدقيق، انا هنايا سبق لي عبرتهم وكذلك نخلتهم. صافي وغادي نخلط. هادو هما المكونات اللي غتنحتاجو في البسبوسه ديالنا. صراحه البسبوسه تتجي سهله وما تاخذناش مكونات كثيره، وفي نفس الوقت تتجي اكثر من رائعه. جبت واحد المول اللي غادي نطيب فيه البسبوسه، غادي ندهنو بالزبده كما تشوفوا، ممكن ندهنو بالزبده وكذلك ترشوه بالسميد. انا هنا ما رشيتوش لانه اصلا ما تلتصقش. بالنسبه للبسبوسه حاولوا ما امكن دائما الخليط يبقى خفيف، لانه دغيا السميده ديالنا تتشرب وتبدا تقال شي شويه. صافي غادي نوضعو في هذاك المول اللي غادي ندخلو الفران. بالنسبه لي انا غادي نطيبو على الفران ديال الطو، كذا تنطيبو بنفس الطريقه، يعني الفران خصو يكون بارد شويه، غير تنشعلو مباشره تندخل البسبوسه وتنخليها غير من الفوق حتى تطيب على خاطرها، يعني ما تنحتاجش انني نهبطها نهائيا او لا نشعل عليها. الا طيبتها في الفران ديال الطو نشعل عليها من الفوق، فقط تنخليها غير الفوق حتى تطيب على خاطرها، تنوجد نخليها حتى تبرد وتنوجد لاصوص اللي غادي نسقيه بها. بالنسبه للاصوص ما شاركتوش لان الفيديو شويه طويل، لاصوص اللي يعني تنحضروه بمايزينا والشوكولاته والحليب وكذلك السكر سنيده. تنسقي البسبوسه كيف ما تتشوفوا معايا، تجي اكثر من رائعه اكثر من رائعه بهذا اللاصوص، خصوصا الى تقبناها فهو تدخل ليها الداخل، تجي يعني تتشرب داك لاصوص مزيان. صافي غادي نخلي ان السمر هكا، غادي نمشي ديك لاصوص مزيان على البسبوسه. غادي نخليها تبرد واحد شي شويه وغندوز مباشره انني غنزينها. بالنسبه للتزيين انا زينتها هنايا بالكوك او البرمسال كيف ما تتشوفوا معايا نتاع الشوكولات، ممكن تزينوها بالطريقه اللي بغيتو، تزيين بسيط وتبقى اختياري داكشي اللي متوفر عندكم في البيت. وهذه هي البسبوسه ديالنا، وهنا الكيك ديالنا تتكون وجدات كيف ما تتشوفوا معايا. تناخذ واحد الكيك دو تنحشيو لداخل قبل في الفران باش نعرفوها بلي راها طايبه. كيف ما شفتوا معايا الاطار اولا المول واخا كبير ويعني تجي ناجحه وطالعه 1000000%، ما تتبعوا فقط النصائح فاكيد غتصدق معكم. كذلك البريوش ديالنا تيكون واجد كيف ما تتشافوا معايا، صراحه تيجي اكثر من رائع، تيجي مقطن ومهوي من الداخل، تيجي غزال صدقوني. جربوا هذه الوصفه، الطريقه غاتجيكم سهله وعمليه وما تاخذش لا الوقت ولا مجهود كثير ولا مكونات، ناجحه 1000000%. بالنسبه للطياب فانا طيبته غير في الفران، وضعته غير الفوق، خليته حتى طاب على خاطره 10 دقائق ماكسيمو، يعني ما تيكون وجد لينا البريوش دغيا. الفران خصو يكون يعني سخون بحال اللي تنطيبو يعني الخبز ديالنا.
تنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وهادو هما الوصفات ديالنا كيف ما تتشوفوا معايا، صراحه تيجيو غزالين بزاف. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير ومن البارطاج من الحباب والصحاب. الا عجبكم بحال هاد الفيديو وعجبكم بحال هاد الاقتراحات فخليو لي اكيد في التعاليق، فان شاء الله نشارك معكم مزيد من الاقتراحات. خليتكم على خير، في امان الله، الى فيديو لاحق ان شاء الله مع وصفات جديده ان شاء الله. سلامه.